أعلنت وزارة الصحة والسكان ثبوت إصابة مواطنين اثنين بالمتحور JN1 من خلال التحاليل المعملية، مشيرة إلى أن حالتهما الصحية مستقرة ولا توجد حاجة طبية لدخولهما المستشفى، حيث إن أعراضهما المرضية خفيفة. وتؤكد وزارة الصحة متابعتها الدقيقة للوضع الوبائي في مصر، مشيرة إلى أن التوصيات الصحية للتعامل مع فيروس كورونا لا يوجد بها أي تغيير.